بسم الله الرحمن الرحيم. إن اعتقال النساء جريمة بحق الإنسانية، بحق المروءة والكرامة والعفة والطهارة، وهؤلاء النساء لم يقمن بأي شيء يخالف أي قانون دولي، فإن شاركنا أو لم يشاركنا في الاستفتاء الذي نظمه شعب البحرين فهذه ليست جريمة، ومن حق أي مواطن أن يدلي بصوته، هذا لو كان النظام نظاما ينتمي للمجموعة البشرية، ولكن لأن الخليفيين ينتمون للكيان والجنس الحيواني المتوحش فإنهم لا يستطيعون أن يتحملوا كلمة حرة من فم أي إنسان، رجلا كان أو امرأة، ولذلك اعتدوا على الحرائر على النساء، كما اعتدوا على المساجد، كما اعتدوا على الأطباء، وكما اعتدوا على البحرانيين الأصليين ذوي العروق والجذور التي تمتد إلى الأيام الأولى للإسلام. هؤلاء الداخلون، هؤلاء المحتلون، عليهم أن يعرفوا أن شعب البحرين لن يسكت على تلك الجرائم، وأن يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم، والحمد لله رب العالمين.